52 من قناة التناصح والبداية بأبرز عناوينها. أبو سهمين في الذكرى 64 نرفض الخضوع لأي وصاية أو إملاءات خارجية. رئيس حكومة الإنقاذ ليبيا تواجه خطر الوصاية والتبعية. ليبيا تحتفل بالذكرى 64 لاستقلالها. أهلا بكم. قال رئيس المؤتمر الوطني العام في كلمته بميدان الشهداء بمناسبة ذكرى الاستقلال إن مفاتيح الحل للأزمة الليبية هي عند الليبيين فقط. وأضاف أبو سهمين أن الليبيين غير مستعدين لتلقي الأوامر من الخارج أو الخضوع لأي وصاية. ولكننا لسنا في موقف أن تملى علينا إملاءات أو تفرض علينا حكومات. الخيار لنا ومفاتيح الحل في أيدينا جميعا نحن الليبيين. قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في كلمته خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال في ميدان الشهداء أن ليبيا تواجه الآن مخاطر فرض الوصاية والتبعية. وذكر الأغويل أيضا أن الاستقلال كان طريقا محفوفا بالمخاطر ولم يأتي إلا بعد تضحية الليبيين. والرضوخ للمؤثرات السياسية للدول الغربية والصديقة لرسم الخريطة السياسية لها وفرض الوصاية عليها من خلال أجندة برغماتية لهذه الدول وفق سياساتها المعلن والغير معلن عنها. وهذا ما يخدم سياساتهم الاستراتيجية للعودة للاستعمار الجديد في ثوب جديد وفي ظل المشروع الكبير لهذه الدول المحورية. انطلقت الاحتفالات الشعبية بمناسبة إحياء الذكرى 64 لاستقلال ليبيا بميدان الشهداء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الاحتفالات تخللتها كلمات للمشاركين عبروا فيها عن الابتهاج بذكرى الاستقلال ودعوا فيها إلى التوافق وحماية تراب الوطن. ويشار إلى أن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ورئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل كانا من أبرز الحضور في احتفال اليوم. انطلاق الاحتفالات الشعبية بمختلف الميادين والساحات في ليبيا إحياء للذكرى 64 لعيد الاستقلال. المزيد في التفاصيل في سياق هذا التقرير. يصادف اليوم 24 من شهر ديسمبر الذكرى 64 لاستقلال ليبيا وتحررها من الاستعمار والوصاية الأجنبية. ففي مثل هذا اليوم من عام 51900 أعلن الأمير محمد إدريس السنوسي من شرفة قصر المنار بمدينة بنغازي أعلن للعالم أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة حرة ذات سيادة. كان استقلال ليبيا نتاج ملحمة من الكفاح المرير خاضها الليبيون وقدموا خلالها قرابة نصف تعداد الشعب شهداء في سبيل طرد المستعمر وتحرير البلاد. وإلى جانب معارك الجهاد خاض الليبيون غمار معركة السياسة في المحافل الإقليمية والدولية والتي توجت بإعلان الاستقلال. والآن يحيي الليبيون يوم الاستقلال بعد أن استطاعوا إزالة نظام جثم على صدورهم 4 عقود ونيفة في ثورة 17 من فبراير. واليوم وفي ذكرى رحيل الاستعمار القديم وانتصار الإرادة الليبية على الإرادة الأجنبية تأتي الأمم المتحدة متجاوزة الحوار الليبي لتفرض حكومة أسمتها حكومة الوفاق الوطني. وقد خرجت مظاهرات عديدة في مختلف مدن ليبيا رافضة لهذه الحكومة، كما صدرت بيانات عديدة من مؤسسات ومنظمات مختلفة تبين رفضها لهذه الحكومة. مظاهرات ومسيرات، بيانات وتصريحات، كلها تعول على لقاء الأشقاء بدون وسيط أو وصي، ليبقى مصير ليبيا بين يدي أبنائها تماما كما كان في يوم الاستقلال. عاد رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين إلى ليبيا بعد زيارة إلى سلطنة عمان التقى خلالها رئيس البرلمان المنحل هجي لصالح.
وأضافت المصادر أن اللقاء بحث آلية عمل اللجان التي تم الإعلان عنها من كلا الطرفين، بالإضافة إلى بحث آلية تشكيل حكومة توافق. ويذكر أن الرئيسين التقيا في مالطا في 15 من ديسمبر الجاري، واتفقا على تشكيل لجان للتواصل بشأن تشكيل حكومة توافق وطنية. أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا بعد توقيعه في مدينة صخيرات المغربية من قبل الأطراف المتنازعة في جلسته ليلة الخميس بمدينة نيويورك. مجلس الأمن وبجميع أعضائه أيدوا الاتفاق وأبدوا رغبتهم في مساعدة الحكومة المقبلة، وذلك للقضاء على الهجرة غير الشرعية وتنظيم داعش وإعادة مؤسسات الدولة للعمل. ردود أفعال دولية متعددة حول موافقة مجلس الأمن الدولي على دعم حكومة صخيرات التي وقعت عليها أطراف ليبية في مدينة صخيرات المغربية. أصدر مجلس شورى مجاهدي درنا بيانا وجهوا فيه نصيحتهم لأئمة وعلماء ليبيا، وأكد البيان أن نار الفتنة التي اشتعلت في بلادنا لن يطفئها إلا العلماء الذين وصفهم بحراس الشريعة. وشدد البيان على دور علماء الشريعة محذرين في الوقت نفسه من زلة العالم، معلنين أنهم جنود للعلماء ما داموا يرفعون راية الشريعة ويدافعون عن الدين. قال مصدر صحفي من إجدابيا إن أعيان المدينة وأطراف النزاع اتفقوا على سحب نقاط التفتيش من وسط المدينة. وأوضح المصدر أن أعيان المدينة وخلال اجتماع لهم مع أطراف النزاع اتفقوا أيضا على خروج عائلة بريك مازق من حي الجلوز وعودة المجموعات التي هاجمت الحي إلى أماكنها. هذا ويذكر أن اشتباكات دارت في مدينة جدابيا في الأيام الماضية بين مجلس شورى تحالف ثوار المدينة وممن ينسبون أنفسهم لعملية الكرمة. الاثنتان والخمسون متواصلة وتشاهدون فيها بعد الفاصل. تخرج دفعة جديدة من منتسبي قوة حراسة وحماية مؤسسات الدولة والتابعة لوزارة الدفاع. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/تناصح تي في أو على twitter.com/تناصح تي في، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح. أهلا بكم من جديد. تم تخريج دفعة جديدة من منتسبي قوة حماية مؤسسات الدولة التابعة لوزارة الدفاع صباح الخميس في العاصمة طرابلس، فاحتفال كبير حضره رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل.
الاحتفال تخللته العديد من المناشط والعروض وحضره لفيف كبير من مسؤولي الدولة وأولياء أمور الخريجين. اعتقلت السلطات الإيطالية طالبة ليبية الأحد الماضي في باليرمو جنوبي البلاد، وفرض عليها قاضي التحقيق الإقامة الإلزامية بعد أن وجهت إليها تهمة التحريض على الإرهاب. ونقلت وكالة أجواء نت أن الطالبة الليبية اعتقلت بعدما نشرت على صفحتها في الفيسبوك قولها لمن يقول إن شباب بنغازي ينتمون إلى تنظيم داعش، أقول إنهم شباب متدينون جدا يؤيدون إقامة دولة إسلامية، كما أتمنى أنا أيضا من كل قلبي قيامها، حسب ما نسبت إليها وسائل أعلام إيطالية نقلا عما كتبته في الرابع من فبراير الماضي على فيسبوك، متهمينها بالانتماء إلى جماعة أنصار الشريعة. اعتمد أعضاء مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية بالعاصمة طرابلس خطة عاجلة تهدف إلى نقل وتوزيع التطعيمات المتوفرة لعدد 45 وحدة تحصين موزعة على 6 مناطق بمدينة طرابلس، تضمن وصول التطعيمات إليها خلال 3 أيام من تاريخ استلامها المقرر الأحد القادم. هذا وأوضح مكتب الرعاية الصحية الأولية أن التطعيمات المقرر توزيعها هي الالتهاب الرئوي والخماسي والالتهاب الكبدي. قامت جمعية جنزور الخيرية الأربعاء بزيارة إلى دار العجزة والمسنين بالعاصمة طرابلس، وتهدف هذه الزيارة إلى تهنئة نزلاء الدار بهذه المناسبة وإدخال الفرح والسرور على نفوسهم وتقديم الهدايا إليهم. وعبر الأباء والأمهات نزلاء هذه الدار عن امتنانهم البالغ لهذه الزيارة التي تؤكد على تلاحم أبناء المجتمع وتراحمه، وقدموا شكرهم لأعضاء جمعية جنزور الخيرية على هذه اللفتة الإنسانية في هذه المناسبة الكريمة. منح مركز اليوم العالمي للتطوع بالعاصمة طرابلس مهرجان الطفل بمدينة درنا لأنهم الأمل وسام التطوع سنة 2015 بمناسبة اليوم العالمي. وجاء هذا الاختيار وفق ما نشرته اللجنة المنظمة للمهرجان عبر صفحتها على فيسبوك الأربعاء بعد المنافسة مع 4 مؤسسات وجمعيات تطوعية تم اختيارها ضمن 16 مؤسسة مشاركة من مختلف مدن ليبيا. يذكر أن مهرجان الطفل بدرنا انطلقت فعالياته في 5 ديسمبر الجاري بنادي دارنس الرياضي بتنظيم شلة من شباب المدينة المتطوعين وبرعاية عدة جهات رسمية ومؤسسات أهلية. أوفد وزير العدل بحكومة إثني المبروك جريري 3 موظفين في مهمة رسمية إلى لبنان لمتابعة قضية هانيبال القذافي وفقا لوكالة الأنباء الليبية. هذا وأصدر جريري قرارا جاء فيه أن الوزير كلف الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان سحر بنون ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولية محمد الشارف عبد الله والمستشار القانوني أحمد علي أحمد، كلفهم بالسفر إلى لبنان في مهمة رسمية لمدة 10 أيام لمتابعة قضية هانيبال القذافي. ويشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع فيديو تظهر هانيبال القذافي يتحدث أمام خطيفه مطالبا أشخاص الليبيين بعينهم التقدم بالإفادة بمعلومات، في إشارة إلى المعلومات المتعلقة بقضية اختفاء القيادي الشيعي موسى صدر. وأخيرا إلى فلسطين، حيث قتل فلسطيني الخميس إثر تنفيذه عملية طعن لمستوطنين في مستوطنة إرئيل بالضفة الغربية وإصابتهما بجروح متوسطة نقلا على إثرها إلى المستشفى.
وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطيني إثر تنفيذه عملية الطعن ليفارق الحياة متأثرا بإصابته وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية. هذا وتأججت موجة عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 120 فلسطينيا و17 إسرائيليا. ختام الـ52 وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. أبو سهمين في الذكرى 64 نرفض الخضوع لأي بصية أو إملاءات خارجية. رئيس حكومة الإنقاذ ليبيا تواجه خطر الوصاية والتبعية. ليبيا تحتفل بالذكرى 64 لاستقلالها. وتابعتم أيضا تخريج دفعة جديدة من منتسبي قوة حراسة وحماية مؤسسات الدولة التابعة لوزارة الدفاع. كان هذا ختام الجزء الأول الإخباري من الـ52، وإلى الجزء الثاني مع الزميل عبد الرحمن مرغم وضيوفه. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. إننا نحن الفداء. ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك، فاسلمي إن على الدهر جنود، لا نبالي إن سلمت من هلك، وخذي منا وثيقات العهود، إننا يا ليبيا لن نخذلك، لن نعود بالقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن. ليبيا 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 جرد الأجداد عزما مرهفا، يوم ناداهم مناد للكفاح، ثم ساروا يحملون المصحفا، باليد الأولى وبالأخرى السلاح، فإذا في الكون دين وصفا، وإذا العالم خير وصلاح، فالخلود للجدود، إنهم قد شرفوا هذا الوطن. ليبيا 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 يا ابن ليبيا يا ابن أسد الشرى، إننا للمجد والمجد لنا، مذ سرون حامد القوم السرى، بارك الله لنا استقلالنا، فابتغوا العلياء شهوا في الورى، واستعدوا للوغى أشبالنا، للغلاب يا شباب، إنما الدنيا كفاح للوطن. ليبيا 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 قناة التناصح الفضائية.
شكرا لك زميلي محمد شبيني، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الاثنتان والخمسون الذي نناقش فيه محورين. في المحور الأول نسلط الضوء على الذكرى 64 لاستقلال ليبيا، وفي أي أجواء تأتي هذه الذكرى على الليبيين. وفي المحور الثاني نناقش قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص ليبيا وأبرز تداعياته على المشهد الليبي. ونبدأ بالمحور الأول ونستضيف ضيوفنا الكرام هنا، نرحب بهم في الاستوديو كل من السيد فتحي الفاضلي، الدكتور فتحي الفاضلي المحلل والكاتب السياسي، أهلا وسهلا بك. وكذلك معنا عصام الزبير الصحفي والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد عصام الزبير. لو بدأت معك أستاذ فتحي الفاضلي وسألتك يعني في البداية، كيف تمر هذه الذكرى، ذكرى 64 لاستقلال ليبيا على الشعب الليبي في هذه السنة؟ والله ذكرى رائعة جدا، تبعث الأمل، تذكر هذه الأجيال بأن هناك أجيال. أولا سمحني يا أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر قناة التناصح على هذه الفرصة الطيبة، وحييك أستاذ عبد الرحمن، وحيي ضيفك الكريم الأستاذ عصام والمشاهدين الكرام. حقيقة يعني هذه الذكرى يعني يحتاجها شعبنا في هذه الأيام بالذات، إحياء الأمل في النفوس والتذكير بأن لنا أجداد يعني مروا بما هو أعنف وأقصى مما نمر به هذه الأيام، ومع ذلك انتزعوا استقلال هذا الوطن بجهودهم وتكاتفهم ولم شملهم، بعيدا عن الأجنبي وبعيدا عن تدخلات الأجنبية المتغولة فينا هذه الأيام. دعني بعد إذنك يعني أمر مرور صراع حتى سريع حتى نعرف ثمن وطعم هذا الاستقلال ما مرت به ليبيا في عجالة قصيرة جدا. عندما جاء الجنود إيطاليا لغزو ليبيا كان نشيدهم الآتي، يعني النشيد الذي يحفزهم على الغزو، إنني ذاهب إلى ليبيا فرحا مسرورا لسحق الأمة الملعونة ومحو القرآن، فإذا مت يا أمه فلا تبكينني، وإذا سألوك عن عدم حدادك فقولي لهم لقد مات وهو يحارب الإسلام. هذا النشيد متاع الحرب الإيطالية ضد ليبيا لما غزوها، كانوا يا أخي الكريم يأخذوا علماء يسقطوهم الطائرات، ولما يسقط على الأرض وتتحطم ويموت يقول للأهالي اللي ينظروا أين نبيكم البدوي اليوم ليحميكم، أين نبيكم البدوي محمد اللي يدفعكم للجهاد، هل يستطيع إنقاذكم اليوم؟ كانوا يدخلوا للمساجد ويطلعوا الإنسان من طابور الصلاة ويفرضوا عليه أن يؤدي التحية للضبط. حاربوا اللغة العربية، حاربوا الكتاتيب سيدي الكريم، كانوا يربطوا 60-70-80 ليبي في سلسلة حديدية يرموهم في البحر باش يموتوا مع بعضهم. نعم. شنقوا 20,000 ليبي من بداية الغزو إلى اندحار إيطاليا، 20,000 ليبي شنقا في يوم واحد، شنقوا 10 نساء وجردوهن من ملابسهم وخلوهن يا أخي الكريم فور من أسبوع في 4 أيام في المنشية، في حي المنشية في طرابلس. لا. لا شك. قتلوا 4,000 ليبي، أعلن قائدهم ما يسمى بالقتل العام. نعم. واحد في الشارع أمام البيت. نعم سيد دكتور فتحي الفاضلي، لا شك يعني أن الجهاد الليبيين من أجل حصولهم على استقلالهم كان مريرا، ولم يجاهدوا فقط الاحتلال الإيطالي، بل أيضا يعني قاوموا مشاريع الوصاية بعد تخلصهم من الاحتلال الإيطالي بعد الحرب العالمية وانهزام إيطاليا. كان هناك مشروع من أجل فرض الوصاية على ليبيا، ربما هذا يذكرنا بما يحدث الآن في هذا الوقت، نعم، تزامن مع ذكرى الاستقلال. لو حدثنا عن مشروع بيفن سيفورزا، ويعني وكيف حاول الإيطاليين والبريطانيين والإنجليز أن والفرنسيين عفوا أن يقسموا ليبيا ويفرضوا عليها الوصاية، وكيف قاومها الليبيون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حقيقة أهني الشعب الليبي بهذه الذكرى 64 لاستقلال ليبيا، هذه الذكرى التي لم نكن نحتفل بها قبل ثورة 17 فبراير، هذه الذكرى المجيدة التي توضح لنا ما فعله الأجداد والآباء في سبيل أن نكون نحن بنات ليبيا الحديثة. حقيقة أن في عام 1949 وبالذات في يوم 17 مايو كان الهدف من هذا المشروع هو تقسيم البلاد
إلى أقاليم ثلاث، برقة تبقى تحت الحكم الإنجليزي، وفزان تبقى تحت الحكم الفرنسي، وطرابلس تبقى تحت الحكم الإيطالي. ومن المعروف أن ليبيا لم تمنح استقلالها إلا بصوت مندوب هايتي، والذي قدره الملك بعد ذلك وجعله مندوب ليبيا أثناء تلك الفترة. ليبيا منذ البداية كان هناك صراع مرير عليها، وكان يفترض أن تبقى تحت طائلة الاستعمار. لقد خاض الليبيون الأباء والأجداد معارك كبيرة في سبيل ذلك، ضحوا كما تحدث السيد الدكتور فتحي الفاضلي بالدماء والجهاد في سبيل الله بأصناف عديدة من أصناف التعذيب. وأول طائرة استخدمت ضد الليبيين من قبل الإيطاليين، ولكن حقيقة هناك كان صراع آخر، هو الصراع السياسي. هذا الصراع السياسي تولدت عنه استقلال ليبيا. في عام 25 نوفمبر عام 1950 تم اجتماع اللجنة التأسيسية، وتقرر تشكيل النظام الحكم الليبي الذي كان هو نظام اتحادي. بعد ذلك في يوم 29 مارس 1951 تشكلت حكومة اتحادية كان مقرها في طرابلس، وكان يرأسها السيد محمود المنتصر. طبعا تم اعتماد الدستور الليبي في يوم 7 أكتوبر 1951. هذا الدستور الذي هو يعتبر من خلاصة الدساتير في العالم، ويعتبر من أفضل الدساتير، كان ينبغي بعد ثورة 17 فبراير أن يتم تنقيح الدستور. والأمم التي لها دستور هي تطور دستورها وتأهله على المرحلة بحيث يواكب العصر، ولكننا نحن لم ننحاز إلى هذه اللحظة. دخلنا في الفوضى بإقرار هيئة جديدة. هذه الهيئة لم تصل إلى الحل إلى الآن، بالرغم أن الأجداد لم يعطلوا كثيرا بعد تشكيلهم لهيئة الدستور وكتابته. والأغرب من ذلك أنهم اندفعوا طوعا إلى تحقيق الاستقلال في يوم 24 ديسمبر 1951 من أجل ليبيا. وكان آنذاك نظام الحكم هو ملكي وراثي دستوري، ولكن الملك بعد ذلك رأى أن لابد من تنقيح الدستور والقضاء على الفدرالية والاتجاه نحو إلغاء الأحزاب في سبيل بناء ليبيا الحديثة. لم نعمل نحن على إنهاء هذه التجاذبات السياسية والنظر إلى الوطن كليبيا، لم نرى حتى تاريخ الآباء وتاريخ الأجداد في سبيل تحقيق هذا الهدف. ربما النضال لا يزال مستمر حتى الآن. سيد عصام الزبير، دعني أتحول إلى الدكتور فتحي الفاضي. دكتور فتحي، يعني كيف ترى احتفالات الشعب الليبي الآن؟ هناك احتفال حدث في ميدان الشهداء، يعني كيف رأيت أنت هذه الاحتفالات وكلمات السيد نوري أبو سهمين وكذلك رئيس حكومة الإنقاذ سيد خليفة الغويل؟ لم أتابع الكلمات حقيقة بالتفصيل، لكن الاحتفال كان رائع جدا، يدل على الإصرار على أن الاستقلال. حتى إحدى كلمات الملك إدريس رحمه الله، المحافظة على الاستقلال أصعب من نيني. المحافظة على الثورة الآن، المحافظة على ثورتنا، ثورة 17 فبراير، أصعب من أن نقوم بثورة جديدة. الليبيون مصرون على الحرية، مصرون على نبذ الوصاية، على محاربة التدخل الأجنبي. هنا التدخل هيئة الأمم المتحدة في الماضي، يعني كما ذكر الأستاذ عصام، بعد الجهاد الليبيين. وحقيقة أنا لابد أن أذكر أن، معلش كلمتين على الاضطهاد، أن القرآن مزق، قادة مزق القرآن ودسوه، قالوا أنتم لن تصبحوا بشر حتى تتخلصوا من هذا. كان هناك المعتقلات، كان هناك الشنق، القتل، سمي مشهد. لماذا أنا مركز على هذه النقاط؟ طعم الاستقلال كان رائع جدا بعد هذه المرحلة، مرحلة الجهاد 40 سنة. بدل ما يقولوا أنني ذاهب إلى ليبيا فرحا مسرورا، أنهوا خروجهم من ليبيا بقصيدة أخرى: ما أقبحه من بلد، ما أقبحه من بلد، ماذا نفعل هنا؟ 20-30 سنة جهاد، كانوا يتوقعوا 3 أيام وثلاث شهور وأربع شهور. كان طعم الاستقلال رائع. لما خرجوا إيطاليا كانت ليبيا قطعة أرض محروقة مدمرة، فقر ووباء ومجاعة. فقدت ليبيا 750 ألف، 250 ألف مهجر. حتى إحدى نقاشات الأمم المتحدة كانت: هل هذه البقعة تصح أن تكون دولة في المستقبل أم لا؟ إحدى الخيارات كانت ألا تكون دولة، تقسم بين مصر وتونس ومش عارف أنت شو. لكن أجدادنا بعزمهم، بإصرارهم، بوطنيتهم، بحبهم لبلدهم، بتقديرهم للدماء، بتقديرهم للدماء اللي ضحت، بنوا وطن مستقل وانتزعوا حريتهم وانتزعوا استقلالهم. انتزاع كان صراع سياسي كبير جدا كما ذكر الأستاذ عصام. نفس الأيام نمر بها الآن، دماء شبابنا اللي راحت هذه، لن يستريح ضمائرنا إلا لما نبني ليبيا جديدة، ليبيا وطنية على أيدي وطنية، بعيدا عن تغول تدخل الخارج. هيئة الأمم في الماضي تدخلت،
لكنها لم تتغول كما تغولت هيئة الأمم هذه الأيام. هنا يريد أن يفرض وصايا، بل استعمار في الواقع، استعمار بل سطو على ثروات الوطن. وأتمنى يعني أن أنت تقول أن ما جرى في السابق يعني لا يزال يعني يجري الآن. يعني دعني أتحول إلى سيد عصام الزبير. سيد عصام الزبير، هل ترى من وجهة نظرك يعني أن هذه البلدان هي نفسها ذاتها التي حاولت استعمارنا في السابق وفرض الوصاية علينا لا زالت تنطلق من نفس المنطلقات وتنظر إلينا بنفس النظرة، وبالتالي علينا أن نواجهها بنفس الطريقة؟ لأن هناك حديث يعني عن لماذا شيطنت هذه الدول، شيطنت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى آخره. هو حديث يختلف الوضع في نقطة واحدة، كان دول الأمم المتحدة قبل يساعد الشعوب، الآن اختلف، لكن الاستعمار هو الاستعمار، الدول الاستعمارية هي الدول الاستعمارية، بدليل أن مجلس الأمن لم يتغير، هو نفس مجلس الأمن، نفس حق الفيتو، نفس حق الاعتراض، لذلك بقي الاستعمار بنفسه، قد يكون خفي أحيانا ولكن قد يظهر بصورته. لو رجعنا إلى الأمم المتحدة كانت مسعاها قبل ذلك أن ليبيا لابد أن تستقل قبل عام يناير 1952، يعني قبل بداية السنة، قبل بداية السنة، وكان هدفها تكوين دستور وطني يشمل كل الثلاثة الأقاليم، لأن كانت قبلها منقسمة إلى ثلاث ولايات، وكان هناك مفوض من الأمم المتحدة يساعد على كتابة الدستور وتشكيل الحكومة، ليس وصي كما يحدث الآن. إذن هو نفس الهدف، لكن تغيرت الوضعية الأمم المتحدة في الدخول في أعمالها. كان عمل الأمم المتحدة يختلف آنذاك، كان يحترم الشعوب، كان يسعى لتحرير الشعوب. الآن الأمم المتحدة تم شيطنتها كما تكلم الدكتور فتحي، فتم شيطنتها الآن في سبيل تحقيق أهداف الدول العظمى. ترى أن الأمم المتحدة إذن انحرفت عن مسارها، انحرفت عن مسارها، بدليل نرجع إلى ذلك وخالفت حتى نصوص ربما وثيقة وقوانين. نعم، نرجع إلى الاتفاق لنكون واقعيين، نرجع لاتفاق الصخيرات. ماذا حدث؟ من وقع ليس مخول وليس مكلف. لو أنك أتيت إلى أي أحد هذه الدول وأتيت بشخص قام بهذا العمل لقامت عليك الدنيا بالديمقراطيات وبالعقاب وبالسجن. كذلك عندما يدخل عميد بلدية باريس افتراضا في عمل سياسي سترى المطالبات من المنظمات ومن المحاكم والقضاء، ولكنهم يشغلوك أنت عن بعد عن القانون والبعد عن الديمقراطية في سبيل تحقيق أهدافهم، ولكن عندما يريدون هم ذلك يعملون لها أي حساب. طيب، انضم إلينا عبر الهاتف الآن دكتور محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام. نرحب بك أولا دكتور محمود عبد العزيز ونهنئكم بمناسبة هذه الذكرى، ذكرى 64 لاستقلال ليبيا. كيف تمر عليكم دكتور محمود أنتم كأعضاء المؤتمر الوطني العام هذه الذكرى، وكيف تستشعرون وأنتم تواجهون كل هذه الضغوط والأجواء السياسية؟ ربما هل تستحضرون شيئا من تاريخ الأجداد ونضالهم من أجل نيلهم الاستقلال؟ نعم أخي عبد الرحمن، أمسية طيبة لك في الكرام وللإخوة المشاهدين، وأحب بداية أن نهني كل مشاهدي التناصح بهذه الذكرى الحقيقة التي كما تقدمت أخي عبد الرحمن نستحضر فيها اليوم تضحيات الآباء والأجداد، ما يجب أن يعلمه الجميع وخاصة من لم يعاصر تلك الفترة الطيبة التي كانت بعد الاستقلال المجيد، فترة الملك الصالح إدريس السنوسي. حقيقة لم يأتي هذا الاستقلال ضرب عشواء أو خط عشواء، إنما كان بعد تضحيات جمة قاتل فيها الآباء والأجداد لمدة أكثر من 20 عام الإيطاليين، ثم جاءت الإدارة الإنجليزية، ثم بعد الحرب العالمية الثانية ما تسمى بفترة ما بعد الحرب التي بدأت فيها الاستقلال لدولة الجنوب أو لدول الجنوب، والتي كانت ليبيا من أوائل الدول. نستطيع أن نقول أن ليبيا هي أول دولة عربية استقلت الاستقلال، طبعا قبلها كانت مصر تحت الملك فاروق، ولكن من المستعمرات أو من الخروج كانت تحت الانتداب البريطاني. نعم، كانت ليبيا في 1951 24 ديسمبر بفضل الله عز وجل. بكل تأكيد أخي، الحقيقة اليوم كان هناك اجتماع مهم في المؤتمر الوطني العام، كانت جلسة إحاطة السيد الرئيس بعد عودته من عمان ولقائي بالسيد عقيلة صالح، التقى بأعضاء المؤتمر وكانت فرصة لتبادل التهاني بهذه الذكرى
وتشريح الوضع الحالي للوطن ولما تمر به البلاد من مؤامرات ومن ابتلاءات. نعم. ومن وما يحاك لها حقيقة في أروقة الأمم المتحدة. لا أدري لعل من سوء الطالع أن في ليلة عيد الاستقلال أو يصدر هذا القرار من الأمم المتحدة دون أدنى مراعاة ربما هي من المفارقات التاريخية دكتور محمود عبد العزيز. دكتور محمود والله يا أخي عبد الرحمن خليني نقول لك شيء. نعم. ربما هذا أيضا من عيب فيه أنا شخصيا. أنا يعني عندما أرى هذا القرار وكيف تم تأجيله اليوم الأول الثاني ثم يخرج اليوم الثاني إنه يوم ثلاثة ما فيش أجندة ثم نتفاجأ بخروج الأجندة الساعة الواحدة والنصف صباحا بتوقيت طرابلس يعني شيء غريب عجيب. وأنا سنتحدث نعم دكتور محمود الغربية لا توجد عندها صدف كمان. دكتور محمود عبد العزيز سنتحدث في الجزء الثاني أو في المحور الثاني من حلقتنا عن قرار مجلس الأمن بخصوص ليبيا الأخير، لكن دعنا نتحدث عن ذكرى الاستقلال. واليوم شهد ميدان الشهداء يعني احتفالا بمناسبة هذه الذكرى 64، وشهد أيضا إلقاء لبعض الكلمات كان من أبرزها كلمة السيد نوري أبو سهمير رئيس المؤتمر الوطني العام وكذلك رئيس الوزراء خليفة الغويل. يعني ما هي أبرز الرسائل التي رأيتموها من خلال هذه الكلمات وهذا الاستعراض والاحتفال الجاري في ميدان الشهداء؟ دعني أتكلم بمنتهى الصراحة. الرسائل كانت واضحة جدا أن من يحاول أو من يفكر في فرض حكومة بالقوة فهو يعني يدعو إلى مزيد من الاقتتال والاضطهاد. من يفكر أن يحول طرابلس إلى بنغازي أخرى فهو واهم. من يظن أن المؤتمر الوطني العام متشبث بالسلطة فالسيد الرئيس نحن على استعداد لخروج من المشهد اليوم في حال توافق كل الليبيين. أيضا رسالة كانت واضحة جدا من السيد الرئيس نوري بوسهمين إلى كل الليبيين أننا مستعدون للخروج من المشهد في حال وجود حكومة توافق حقيقية يتم فيها مراعاة كل الوطن يتم مراعاة كل الليبيين والتي تحافظ على الثوابت تحافظ على المبادئ في فبراير ولا تأتي لاستكمال الحلقة الأخيرة في الثورة المضادة والانقضاض على ثورات الربيع العربي. هذه الرسائل في مجملها كانت رسالة إلى الداخل أننا نعمل ليل نهار أننا نواصل الليل بالنهار. رسالة إلى الداخل أن المؤامرة كبيرة بالقوة النفسية العظيمة. رسالة إلى من وقعوا في الصخيرات أن العودة إلى الوطن وإلى حضن الوطن وإلى مبادئ الثورة وأننا ليست لدينا كروت وطنية ولا نخون ولا نستعمل هذه السياسة ولا نشرع هذا السلاح في وجه الآخر. إنما نحن ندعو إلى الوطن واحتضان الوطن والعودة إلى جادة الصواب. رسالة إلى الإقليم وإلى الدول الأوروبية أننا نحن شركاء حقيقيون أن مطالبنا هي مطالب وطنية عادلة جاءت بعد ثورة ضحى فيها الشعب الليبي بالغالي والنفيس من أجل التخلص من الاستبداد والديكتاتورية والعسكرتارية. وبالتالي حقيقة كان خطابا موفقا ورسالة موفقة. طيب نعم رسائل واضحة دكتور محمود عبد العزيز. ابقى معنا رجاء. دعني أعود إلى دكتور فتحي الفاضلي. في الحقبة الماضية يعني في فترة حكم نظام معمر القذافي يعني حاول طمس هذه الذكرى ولم يعني حتى الأجيال نشأت أجيال لا تعرف هذه الذكرى ولم تسمع حتى بها وكأنها شيء غريب عنها. لماذا من وجهة نظرك يعني مع أن لطالما تغنى النظام السابق بجهاد الآباء والأجداد وجهاد عمر المختار ونضالهم من أجل تحرير بلادهم وكذلك نيل استقلالهم، لماذا حاول مع ذلك طمس هذه الذكرى
مع ما لها من رمزية كبيرة؟ لأن النظام السابق، نظام المملكة يا أخي، من أروع الأنظمة في العالم في تلك الفترة. يعني بصراحة خليني نقولها، نظام المملكة تقصد وليس نظام عمر القدام؟ نظام المملكة كان يعني من أرقى الأنظمة. كان العالم، خليني أوضح لك بجملة سريعة، غارق في الظلام والديكتاتورية والقمع والحروب والفقر والجوع. كان هذا النظام فجأة في أفريقيا كلها، على فكرة في أفريقيا كلها، والشعب الليبي مشهور عليه بالضربات الاستباقية تاريخيا. هل تعرف أن في 1915 كان في جمهورية مصراتة، 1918 يعني بعد 3 سنوات من 100 سنة من اليوم جمهورية طرابلسية. يعني كان دائما الشعب الليبي استباقي في قضايا التاريخية، منها هذه المملكة. على فكرة هي أول جمهورية عربية، جمهورية طرابلسية. نعم نعم، في العالم العربي، في العالم، في 1918 مئة سنة من اليوم السابق. كانوا الليبيين يعني على دراية على كثيرة، ودائما استباقيين وتاريخيين في هذه القضايا. الشعب الليبي تاريخه غني جدا بهذه الأمور. المملكة كانت من أروع الأنظمة الديمقراطية الحرية الرائعة في العالم في تلك الفترة، سبحان الله. طبعا من الرجل الصالح كما ذكر الأستاذ عصام، ماشي، وإخلاص الإبسة لوطنه، حرية الرأي سيدي الكريم، الصحف اللي كنت أنا نشري فيه أذكر إلى يومنا هذا، مش عارف 15-20 صحيفة، وكل واحدة تنتمي إلى تيار سياسي أو فكري أو ثقافي. طرابلس، الغرب، برقة جديدة، الزمان، يعني حرية الرأي، الأمن والأمان. أنا نايم في بيتي وتحتي شرطي طاف طاف يمشي، وقصدا يخبط يصدم في الأرض بحذاء حتى يسمع المجرمين أو اللصوص في كل حي في 5 سنين. أمن وأمان وحرية رأي. 18 سنة أعدم شخص واحد عن طريق المحكمة وهو قاتل وداخل العائلة على فكرة. نعم. ماشي الحال. فلذلك هذا التعليم سنة رابعة ابتدائي تقرأ وتكتب يا رجل، ولا لا سنة رابعة فيه مجلس برلماني، في مجلس شيوخ، في رئاسة، في، ولذلك حاول طمس هذا، حاول طمس هذه الحرية لارتباطه بتاريخ المملكة. أيضا لم يعتقل الناس، يعني في أحداث حدثين ثلاثة أربعة خمس أحداث سياسية، لكن قضية أنك أنت آمن حر، ما فيش اعتقال ولا حصل والشنق والقتل والقمع. فكان نظام رائع جدا. إذا أبرز النظام السابق هذه الإيجابيات، يبدأ السؤال لماذا إذن الانقلاب؟ لماذا إذن انقلبت على ذلك الملك يا سيد معمر؟ نعم. إذا كان، فلذلك لابد من طمسه. نعم. لابد من طمس. واضح فكرة سيد عصام الزبير، يعني ربما أختم معك هذا المحور، يعني ما هي أبرز دلالة أو رمزية تستنبطها من هذا التاريخ، من هذه الذكرى، ذكرى 64 لاستقلال ليبيا في هذه الأجواء التي نعيشها اليوم؟ والله هي أبرز ذكرى أو أبرز حدث هو أن قبل كان الأمن والأمان والاستقرار موجود في الدولة الليبية. كان الناس عندما تذهب إلى الصلاة تضع عصاة المكنسة على المتجر وتذهب إلى الصلاة. هذا قبل انقلاب 69. نعم. نعم. وكانت الناس، حتى أن الشرطي مسؤول أمام الناس، حتى لو أخطأ تجد رقمه أمامه وممكن أن تشتكي فيه. هذه كلها الأشياء الآن غير موجودة. حق التظاهر كان موجود، كانت تخرج المظاهرات، معناها حق التعبير موجود. الآن أصبحت الأشياء لابد أن تنصبط شيء واحد، لابد أن نتمنى أن يتم استنباطها، حب الوطن. كان الليبيين يحبون وطنا بشكل غير مسبوق حتى في العالم، وهؤلاء الليبيون هم الذين يحبون ليس الوطن فقط، كانوا يحبون الله ويحبون الجهاد، حتى أنهم مضوا بأقدامهم إلى فلسطين في عام 1948. وهذا لن ينسى لهم قضية، كانت لهم قضية، كان من أصحاب قضايا، وكما تكلم السيد فتحي بأنهم الذين أنشأوا الجمهوريات. كانوا من حب الوطن يرسلون رسائل للعالم، كيف يعلمون العالم الحرية وتنظيم الدول بلدانهم وتأسيس الجمهوريات وأنظمة الحكم. الآن لم نعلم إلا حاجة واحدة بدأنا فيها، الصراعات والاشتباكات، ولم تكن قضيتهم فقط مجرد وتحويل الاختلافات ليس من أجل الوطن ولكن من أجل المصالح. شكرا جزيلا لك سيد عصام الزبير، رجاء ابقى يا معي. ضيوف الكرام وكذلك ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمود عبد العزيز، ابقى معي بعد الفاصل إن شاء الله. نتحول إلى مناقشة المحور الثاني، وهو قرار المجلس الأمن، قرار مجلس الأمن يوم أمس الخميس بخصوص ليبيا وتأييده لحكومة السراج التي نصبها برناردينو ليون على الشعب الليبي. Thank you.
يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي واسلمي اسلمي 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 طول المدى إننا نحن الفدا ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود لا رعى الله يدا تمتد لك فاسلمي إن على الدهر جنود لا نبالي إن سلمت من هلك وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك لن نعود بالقيود قد تحررنا وحررنا الوطن ليبيا 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 جرد الأجداد عزما مرهفا يوم ناداهم مناد للكفاح ثم ساروا يحملون المصحفا باليد الأولى وبالأخرى السلاح فإذا في الكون دين وصفا وإذا العالم خير وصلاح فالخلود للجدود إنهم قد شرفوا هذا الوطن ليبيا 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 يا ابن ليبيا يا ابن أسد الشرى إننا للمجد والمجد لنا مذ سرون حامد القوم السرى بارك الله لنا استقلالنا فابتغوا العلياء شعوا في الورى واستعدوا للوغى أشبالنا للغلاب يا شباب إنما الدنيا كفاح للوطن ليبيا 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 أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذا المحور الثاني من الاثنتان والخمسون الذي نخصصه لنقاش قرار مجلس الأمن الأخير الذي رحب فيه بتوقيع أطراف سياسية في الصخرات المغربية لاتفاق سياسي ينبثق عنه حكومة سميت بحكومة الوفاق الوطني. طبعا قرار مجلس الأمن أيضا نص حتى على طلب من لجنة العقوبات أن تكون على أهبة الاستعداد لكي تدرج أفرادا وجماعات ومؤسسات وكيانات ليبية يرتبطون بتنظيمات إرهابية أو يعملون على تهديد السلام وإعاقة الاستقرار في ليبيا. أجدد الترحيب بضيوفي الكرام عبر الهاتف الدكتور محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام وفي الاستوديو هنا الدكتور محمود الدكتور فتح الفاضلي عفوا المكاتب والمحلل السياسي وكذلك السيد عصام الزبير الصحفي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور محمود عبد العزيز، أنت نوهت قبل الفاصل على هذا القرار واستغربت من طريقة حتى صدوره، يعني دعني أسألك يعني ما هي قراءتك لهذا القرار وما قيمته؟ أخي عبد الرحمن، بداية يجب أن نبدأ بالتحليل المنطقي. نحن كان أملنا ودعمنا ككل الليبيين أن ينتهي الحوار بحكومة وفاق بمعنى الكلمة، ثم كانت ملاحظاتنا من أيام برناردينو ليون ومن عدم سماحه، وفي كل جلسة أنا أريد أن أؤكد وفي كل لقاء عبر كل الفضائيات أقول أن من كان يمنع اللقاء وجه لوجه هو برناردينو ليون، وكنا في كل جلسة يناقش فيها موضوع الحوار نطلب من فريق الحوار سواء كان برئاسة الدكتور صالح مخزوم أو الفريق الحوار الحالي برئاسة الدكتور عوض أن أرجوكم يا إخوة أرجوكم صروا على اللقاء وجه لوجه. لكن أعود وأقول كنا نتمنى أن تكون حكومة الوفاق، ثم جاءت هذه الحكومة الخبيثة. أخي الكريم، إذا كانت هي حكومة وفاق وتمثل كل الليبيين وإلا لن تسمى حكومة توافق وطني، إذن لماذا يطلبون لها قرارا من مجلس الأمن ويريدون فرضها بالقوة؟ إذا كانت حكومة وفاق وتوافق عليها الليبيين المفروض أن يقبل بها كل الليبيون، وبالتالي ليس هناك داعي لفرضها بالقوة. إذن هم في قرارة أنفسهم
هذه يجب أن يعلمها القاضي والثاني بقرار أنفسهم، يعلمون أنها ليست حكومة توافق وطني، وإنما أطلق عليها هذا من باب ذر الرماد في العيون ومن باب نشر كلام غير واقع. يعترض البعض دكتور محمود اسمح لي، يعني يعترض البعض على هذا الكلام بأن جاء الفرض من مجلس الأمن بسبب أن هناك بعض المتطرفين الذين يرفضون هذا الاتفاق السياسي لأسباب شخصية تتعلق بمصالحهم، وهم يهددون هذه الحكومة ولا يرغبون في أن تستقر وتمارس أعمالها، لذلك جاء قرار مجلس الأمن داعما لها. هؤلاء المتطرفون، خلينا نسمي الأشياء بمسمى، المتطرفون هم يقولون ذلك. أنا أريد تعليقك على هذا الكلام. هم أخي إذا كان المؤتمر الوطني أنا أقولها بمنتهى الصراحة، إذا كان المؤتمر الوطني نتيجة كما يروجون نتيجة مصالحهم، فيجب أن يعلم كل الشعب الليبي أن الملحق الخاص بمجلس الدولة وفي بنده السابع في المادة السابع عشر السادس عشر والسابع عشر يضمن، أنا أقولها بمنتهى الشفافية، يقول لأعضاء مجلس الدولة الحصانة على أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، يعني تخيل أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم ولديهم الحصانة الكاملة. ثم في البند الذي يليه يقول يجتمع مجلس الدولة ويقر الموازنة الخاصة به، يعني الحصانة والمزايا المالية متوفرة لمجلس الدولة. إذا كان ما يهم المؤتمر الوطني هو المنطق والمادة كما فهي موجودة بحسب الاتفاق السياسي في هذه المسودة. شكرا جزيلا لك دكتور محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. أعود إليك يعني دكتور فتح الفاضي، كيف ترى يعني السياق الذي جاءت فيه هذا القرار، يعني ما هي دلالاته؟ أو الدلالات، السياق جاء في تسريع غريب جدا، يعني بعد سنة من المماطلة والصراعات والخيبات الأمل فجأة في أسبوع بدأت التوقيعات. أعتقد أنه كان ردة فعل لاجتماع الصادق السيد عوض الصادق وعميش ثم عقيلة وبسهمين، كان يا أخي تسريع وتوقيعات هذا شيء. الشيء الآخر لا يعجبني يعني حقيقة صيغة هذا القرار والتهديدات، التهديدات فيها نظرة دونية للشعوب واحتقار حقيقة، ومعاملتنا كهمج كقطيع. تهددني ليش يا أخي الكريم؟ أنا إنسان وطني يمر بأزمة وناس تتقاتل ودماء ونبو أمن وأمان واستقرار، تضيف إلي تهديد بالإرهاب وحرب الإرهاب ومعاقبة مش عارف من. هناك 10-15-20 يبحثوا على المناصب ويريدوا أن يعرقلوا ولا لا، هذا أمر إنساني في كل الأحداث والأحوال، لكن مش كل الناس اللي ضد هذا الاتفاق. أو أنا شخصيا كمواطن ليبي ولا لا، مواطن من حقي متابع، إنسان عايش أزمة وطني، الله سبحانه وتعالى أعطاني ثلاث أمثلة معاصرة سريعة جدا معاصرة. روسيا أدعت أنها ستحارب الإرهابيين، ماشي الحال، وإذا بها تقصف الثوار في سوريا. حفتر أدعى أنه سيحارب الإرهابيين وإذا به يقتف الثوار. السيسي قال سأحارب الإرهابيين وإذا به يذبح في المصريين. يعني مش من حق نخاف؟ كم الله سبحانه وتعالى يعطيني مثل حتى أشك أرتاب قليلا، يعني أتحفظ أطلب ضمانات يا أخي. أنت قاعد تقول لي الإرهاب الإرهاب نحارب الإرهاب، بكرة بعد بكرة تقتل لي ابني وصديقي وأخي تحت هذه الحجة. الله سبحانه وتعالى أعطانا ثلاث أمثلة ضخمة أخرى، الصومال معاصرة وقريبة من بعد الأحداث جدا قريبة وما زالت يعني تتفاعل إلى يومنا هذا. ماذا عن الصومال والعراق؟ ماذا عن أفغانستان؟ واضح الفكرة دكتور فتحي الفاضلي، دعني يعني أنظر ما هو رأي السيد عصام الزبير في هذا القرار الذي جاء يعني يدعم حكومة وفاق يريد استقرار في ليبيا بحسب يعني بيانه، ومن يخالف أو يهدد مسيرة الاستقرار وتطبيق هذا الاتفاق السياسي، أليس من المنطقي أن تفرض عليه العقوبات من وجهة نظرك؟ أولا حقيقة في الدول الديمقراطية والتعارف المتعارف عليه ديمقراطية أن يتم لابد اللجوء إلى الطرق الديمقراطية القانونية الصحيحة. هذا الاتفاق لم يبنى ببناء صحيح، لم نعرف ما الذي كلف وما الذي خول وما الذي وقع أولا، وكان يجب أن يتم ذلك التحقق منه، وكان يجب أن يتم حتى رفع القضايا في هذا الاتجاه، ليس من أجل أشخاص ولكن من أجل قضية وطن.
نحن عندما نتكلم هذا الكلام لسنا تغرضنا من شخصي ولا تغرضنا في اتجاه، ولنكون واقعيين، ألم يكونوا هؤلاء أعضاء في لجنة الحوار؟ لم يخرجوا يوما يعترضوا على أنهم قواعدهم الأساسية سواء مجلس النواب أو المؤتمر الوطني كانوا يعرقلون الحوار، بل كانوا يتكلمون كل منهم ضد الآخر، وكان هم الذين يواجهون المواقف. الآن نراهم يوقعون بأبسط صورة، ما الذي حدث؟ طيب النقطة الأخرى، نعم، الأجانب دائما يتعاملون مع بعضهم بعض في التعامل بالأسلوب الديمقراطي، لم يكونوا لمن يقف ضد هذا أو ذاك بأنه معرقل الحوار. ألم توجد لديهم ألم توجد لديهم أحزاب متطرفة؟ ألم توجد لديهم معرقلين؟ نعم، هناك الأشياء ازدواجية في المعايير وكيل بمكيالين حسب ما فهمت منك دكتور السيد، نعم، عصام الزبير الصحفي والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لك، وأشكرك دكتور فتحي الفاضلي الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك نجدد الشكر لدكتور محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام، والشكر موصول إليكم أعزائي المشاهدين. هذه الحلقة الأولى من 52، إلى أن نلتقي بكم دمتم في أمان الله.